بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، أحبابي ومشاهدين قناة مع هاني تحسين التوحيد للطيور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دايما معايا مشرفين ومنورين، ومع هاني تحسين قاعدين ومشتركين ومفعلين الجرس ومزبطين. النهاردة بوريكم بعد النكسة اللي حصلت والمية اللي غرقت، طبعا الفراخ اتبهدلت، ربنا يعوض علينا، وراح شوية ننافق كده وربنا يسترها. بس يعني الحال بيقول الحمد لله، شكل العام بيقول حلو، الوقت العمل اهو ماشي تمام. دي بقى الجزء المية، طبعا غيرنا النشارة خالص خالص، اتغيرت واتكنست ومسحناها ومسبناش، لما نشفت نهائي نشفتها بالنار كمان زيادة تأكيد. بعد ما نشفناها خالص جبت جير، كنت عايز اوريها لكم، بس طبعا كنت تعبان جدا ومعرفناش من كتر الشغل ان احنا اوريها، وعملنا جير، جبت جير حي. طبعا الجير الحي ده انا هعمل عنه حلقة مخصوص لانه ممتاز جدا جدا جدا. جبت جير حي يا جماعة وحطيته، طبعا دي الحنفية الله يصلح حالها اللي هي صاحبة البتاع امبارح، والله مستهول، قلت لها الله يهديك، هو انت تعمل معانا كده تاني تمام. الحرارة مظبوطة هي ان شاء الله 29، حلو قوي في الجو اللي احنا فيه ده، ممتازا ممتازا. الحرارة مظبوطة، الدنيا مظبوطة اهي، والعلف والحاجة تمام مية مية. طبعا هم ما شاء الله هم شوية تبهدلوا شوية، بس يعني الى حد ما احسن مكان يروح كله. طبعا هو راح شوية منهم امبارح، وفي شوية نافق، وفي طبعا فراخ سقعت النهاردة، فراخ سقعت النهاردة راحت راح منهم شوية برضو النهاردة، اوريهم لكم اهو. احنا طبعا حاطين قدامهم الوقت حاطين مضاد سموم، انا شغال الثلاث ايام اللي هم المضاد سموم وجرعة الكوليسترولي. طبعا ساعة ما حصل اللي حصل ده الفراخ لما غرقت، انا عملت فيها نزلت لها جرعة مضاد حيوي على طول تنفس عشان ما يتعبوش وما يجيلهمش كوليسترولي او حاجات من دي، على طول نزلت لهم جرعة مضاد حيوي وتنفس. فهي بسم الله ما شاء الله يعني الى حد ما الى حد ما احسن. طبعا ده النافق اهو، النافق ده جزء منه، والباقي كان هم رموز الصبح. انا الوقت الساعة كام يا ولاد؟ بس هو مش عارف الساعة تقريبا 4 كده ولا حاجة يعني بعد العصر. فالحمد لله رب العالمين. بس انا حاسس ان هم الحيوية بتاعتهم حلوة، ماشي وحش صح معايا ولا ايه؟ صح ولا ايه يا ولاد؟ انتوا شايفين حاجة تاني؟ انا شايف ان هم الحيوية بتاعتهم حلوة بسم الله ما شاء الله هم، وان شاء الله باذن الله بكره برضه هيبقى شكلهم تاني مختلف خالص. بس طبعا انا لحقتهم بالعلاج، لحقتهم بالعلاج يا جماعه، العلاج بسم الله ما شاء الله ربنا كريم ان انا لحقتهم بالعلاج، هو اللي ظبط العمل. اللي اتبهدل خلاص بقى ما عادش منه فايده يعني، فعشان كده هو اللي راح يعني تمام. انما دول تمام، انا كنت بقى كنا مظبوط يعني ماشيين على طول مظبوط، بس هو دلوقتي حطنا جرعه الكوليسترول او جرعه المضاد سموم. جرعه الكوليسترول او السموم بحطها 12 ساعه الصبح كوليسترول او 12 ساعه اخر النهار مضاد سموم. بحاول نحط الجرعه دي 3 ايام، 3 ايام يا جماعه كوليسترول او مضاد سموم. طبعا من اساسيات العلاج التربيه والحاجات دي اللي هي الكوليسترول، اللي هي اسمها حراميه اللحمه، مطلعين ان هي فعلا اي فراخ وزنها ضعيف او وزنها وحش هتتلاقي عندهم كوليسترول. كوليسترول او كولكسيليا يا جماعه بيطلقوا عليها اسمها حراميه اللحم، فعلى قد ما تقدروا عالجوا كوليسترول ومسموم وكوكسيدي، دي حياه التربيه كلها، كوليسترول ومضاد سموم. يعني النهاردة الحيوية بتقول لا مختلفة خالص يعني. طيب الحمد لله رب العالمين، تقريبا احنا كده عدينا الخطر ان شاء الله، وربنا يسترها يا رب. انا خايف لا يكون فيه
رد فعل، بس ان شاء الله يعني ما عادش هيبقى غير اللي هو موجود ده. فدعواتكم معايا وتدعوا لي لان الموضوع مكلف والله، فربنا يسترها. وعدها انا بقى جيت جو برد والعلف غالي، كان المفروض ان انا ما انزلهمش شويه، بس انا عاملين الفراخ دي انا مخصوص عشان اشاركه والله الايه الشغل، ما فيش اكتر يعني. الغرض منها والله ان انا اشاركه الشغل، اشاركه العمل، واعرفكم التربيه والحاجات دي. ده الغرض الوحيد يعني ان انا نزلت الفراخ دي. بس طبعا المفروض ان انا ما كنتش انزل الكميه الكبيره دي، بس يلا قدر الله وما شاء فعل، وربنا يبارك فيهم ان شاء الله ونلم ايه الفلوس وكده. هما النهارده ما شاء الله شكل تاني خالص 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 عن امبارح وعن اول امبارح كمان، تمام. والرومي بقى رايكوا في الرومي؟ طبعا الرومي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا ريتني انا جبتهم وعملتهم كلهم رومي، للاسف يعني هي كانت المفروض يعني، بس خير ان شاء الله، خير 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 يا جماعه، خير 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 خير. يلا لو اي حد ليه اي استفسار او اي حاجه يخش يعلق، ما تنسوش تشتركوا في القناه. لو اول مره تشوفنا الفيديوهات اشترك، تعمل لايك، تعمل متابعات، وان شاء الله باذن الله هنقدم كل ما هو جديد ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.